وما زالت بعض الشركات بتداوم من المنزل. انضمعنا عبر الهاتف استاذ ريان سعيد. اهلا وسهلا فيك المهندس. خلينا نقول ريان سعيد، تسعد صباحك استاذ ريان. يسعد صباحك، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. احنا مرينا بفتره استاذ ريان بعد كورونا انه اغلب الشركات ما زالت تداوم من المنزل، يعني working from home، بس البيئه اللي احنا بنشتغل فيها في الاول والاخير هي بيت. اليوم اعطينا تريك، بما انك مصمم ديكور داخلي اعطينا كده تريك جميل ومريح بحيث انه الكل اللي يكون مداوم من المنزل يكون مرتاح وحاسس فعلا انه هو في مكتب بس بنكهه منزل. طيب ممتاز جدا، ولا يهمك، نجهز لكم الامور ان شاء الله. وعلى فكره ترى في بعض الناس ما زالوا حتى الان شغالين من بيوتهم، او انه عجبهم الموضوع وخلوا مكاتب موجوده في بيوتهم غير المكتب اللي هو بيروح له كشركه او شغله العادي، وانا واحد منهم ترى. حلو، برافو. طب قول لي ايش التريك اللي انت بتعملها علشان تتهيئ للعمل وما يكون في جو كسل حواليك بما انك بتداوم من المنزل؟ صحيح. طيب أنا عندي ثلاثة أشياء رئيسية بدي أتكلم عنها وإن شاء الله أحاول أخلصها سريع سريع وما نطول عليكم. الثلاثة الأشياء هي الأثاث والألوان والإضاءة. هذه الثلاثة النقاط الرئيسية اللي لازم الواحد يركز فيها لما يكون يبغى يسوي أو يبغى يرتب مكتبه في البيت. الأثاث بتكلم فيه عن موضوع الراحة والتناسق والموقع، كيف كده أو كيف الشيء هذا حيصير. أول حاجة، المكتب اللي في البيت لازم يكون مريح أكثر من المكتب اللي في الشركة أو اللي بيروح الواحد في شغله. والشغلة الثانية اللي هي موضوع التناسق، لازم أفكر مضبوط في أنه المكتب والكرسي تبعه والترتيب اللي بيصير لازم يكون متناسق مع الأثاث اللي بيكون حوله. لما نكون في الشركات خلاص لها طابع معين ولها وضع يعني مختلف تماماً، مكتب عارفة، بس هنا لا، الموضوع لازم يكون مختلف، لازم الكرسي اللي اختاره يكون منسق تماما مع الأثاث وألوانه. المكتب برضو لازم يكون حاجة رائقة وبسيطة، ما ينفع إني أستخدم المكاتب الكبيرة الضخمة، لازم المكتب يكون حاجة بسيطة ورائقة على أساس إن هي تتماشى مع الديكور الماشي عندي في البيت بشكل عام. وثالث حاجة اللي هي موضوع الموقع، اختيار الموقع في موقع المكتب في البيت مهم جدا، لأنه أنا ما بدي أحط مثلا المكتب في غرفة النوم، ممكن استخدامه يصير صعب في بعض الأوقات، فممكن يكون في مكان خاص للمكتب أو ممكن يكون في صالة المعيشة أو في المجالس اللي الناس أغلبهم حولوها إلى مكاتب. الشغلة الثانية اللي هي موضوع الألوان، الألوان دائما نفكر فيها إنه إحنا نروح لألوان فواتح، حاجة كده تشرح الصدر وتكون منعشة، وممكن إن ندخل بعض الألوان اللي هي تديني حياة كده شوية في المكان، تشعل لي هو شوية، اللي هو مثلا زي اللون الأخضر زي اللون الأزرق، هذه الألوان مرة جميلة في المكاتب وتدي إحساس مختلف تماما. وآخر حاجة إنه كل ما قدرنا نروح لألوان محايدة أكثر، نروح للرمادي للأوف وايت، نروح للأسود، كل ما كان هذا الموضوع بيدينا رياحية أكثر حتى لو اضطرينا إنه إحنا ننقل المكتب لموقع ثاني في البيت. حلو. آخر تفضل قول. آخر نقطة بس خلينا نتكلم عنها اللي هو موضوع الإضاءة. الإضاءة يعني واحدة من الأشياء اللي ممكن تفرق معانا كثير في موقع المكتب أو في جمالية المكتب، ونستخدم فيها الإضاءة الطبيعية والإضاءة المتنوعة. يعني يكون عندي أنواع من الإضاءة، ممكن إضاءة من السقف، ممكن إضاءة أنا حاطها على المكتب اللي هي تكون مركزة، وممكن حتى إضاءات تكون خافتة لأنه المكتب في البيت ما هو بس للشغل، ممكن يكون لقراءة، ممكن يكون لتفكير، أشياء ممكن زي الرسم أو غيرها. فهذه الثلاثة الأشياء الرئيسية بالنسبة لي في موضوع المكاتب المنزلية. أستاذ ريان سعيد شكرا على نصائحك، إن شاء الله مش آخر مرة أستاذ ريان، حنمسك فيك أستاذ ريان على هالنصائح الجمالية والديكور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، ولا يهمك، شكرا لوجودك معنا، شكرا، يعطيك العافية. أهلا بك، نورتنا. إذا كان معنا أستاذ والمهندس ريان سعيد، تكلمنا اليوم عن المكاتب المنزلية.